هل وزارة الإسكان عندها هذا الأسبوع مشاريع مثلا إسكانية، صرف صحي، حاجات هتعملوها هيتم افتتاحها؟ إيه الأخبار؟ إدينا خبر يعني. احنا بكره ان شاء الله يا فندم هنشرف بسياده الرئيس، هيفتتح بعض المشروعات في صعيد مصر في من محافظه بني سويف. وزاره الاسكان ان شاء الله عندها عدد من المشروعات الكبيره جاهزه للافتتاح، يمكن مش اقل من 8 9 مشروعات جاهزين للافتتاح. بقى سياده الرئيس في محافظه بني سويف؟ لا، في الصعيد مصر، في صعيد مصر جاهزين لافتتاح دي مشروعات تبع وزاره الاسكان. بالظبط يا فندم، منها مشروعات اسكان اجتماعي في اكثر من مكان، على راسهم محافظة سوهاج. سوهاج الجديدة عندنا أكثر من 2500 وحدة جاهزين إسكان اجتماعي للافتتاح. عندنا محطة مياه جبل شيشة في أسوان، عندنا محطة مياه أبشادات في المنيا، عندنا محطة مياه دار السلام في سوهاج. عدد من محطات المياه جاهزين بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي في أكثر من محافظة. دول هيكونوا جاهزين يفتحوا ما يشاءون، كل الحاجات دي احنا جاهزينها. وعايز اقول ان الصعيد بيشهد في الفتره الحاليه والثلاث اربع سنين اللي فاتوا طفره كبيره جدا، سواء في المدن القديمه او في المدن الجديده. ويمكن مثال صغير، احنا ضاعفنا ميزانيه المدن الجديده في الصعيد في الثلاث سنين اللي فاتوا، يمكن مش اقل من ثلاث اربع مرات في الاستثمارات اللي بتضخ في مدن الصعيد الجديده. طيب خليني بقى